بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو. النهاردة هيكون الجزء الثاني من حلقتنا. معانا الكابتن مجدي عبد الغني، النجم الكبير، نجم الكرة المصرية بصفة عامة ونجم النادي الأهلي السابق. في حلقة هتكون ساخنة جدا وحلقة مهمة جدا، بنتناول فيها كل القضايا المثارة على الساحة. قبل ما أتكلم في أي حاجة، بتقدم طبعا بخالص العزاء للشعب المصري في استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، اللي استشهد طبعا في أثناء تصدي لعملية إرهابية في الأمارية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويتقبلوا عنده شهيد بإذن الله. وفي نفس الوقت بتمنى طبعا الشفاء العاجل لزميله اللي برضو أصيب في نفس العملية. قبل ما أتكلم في أي حاجة، كان معانا الأسبوع اللي فات الكابتن خالد لطيف، المعلق الرياضي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق. تعالوا نشوف قال إيه ونرجع نكمل مع بعض. أنا لما ابتديت تعليق 98 داخل على بطولة كأس عالم 98 في التلفزيون المصري، كان جيل رائع جدا، كان ليا الشرف إن أنا أكون واحد منه. المعلق أصعب بكثير من المقدم، يعني أنا معلق ومقدم مذيع لامع، وطبعا وأخويا الكبير العزيز عليا جدا هشام رشاد. طبعا بيبكي على باب المستشفى، فابتدي أجمع. كان والدي توفى من نص الشوط الأول وكابتن شوبير عرف وما قاليش، وانا بعلق على الماتش على الهواء. هو قدامه ورقه وانا قدامي ورقه زيها بالظبط وماسك قلم كده، فما اقدرش اتكلم اقول للكابتن لطيف، فكنت بشاور له. ساعات انا بقى اندمج مع الجول، لسه صغير برضو، اندمج مع الجول فيقول لي مين اللي جابه، يا فاهم، فدي اللي تطلع، فاروح مشاور له. فلا اصعب، المجلس الثاني اصعب، بس ورغم اصعب حققت فيه، او كان كنا موفقين اكتر. وصلت نهائي كاس امم افريقيه، وصلت كاس عالم. المجلس الاول مع الاستاذ جمال، لو تفتكر، حريق اتحاد الكوره، بنينا اتحاد من اول وجديد، كانش فيه جماهير، حاولنا نرجع جمهور، قصص ثانيه خالص. عايزين 8 سنين ندي فرصه لوجوه جديده، شابو، شكرا لجمال عميال انا خالد، جمال عميال المحترمه ادت لخالد لطيف في دورتين متتاليتين اخر دوره تاني اعلى الاصوات ومستقل، يعني ما اقدرش اقول غير ان هي جماعه هي محترمه فوق راسي. لو قالت لي شكرا لغايه هنا كفايه بند 8 سنين شكرا خلاص بامانه، يعني احمد عبد الله. احمد عبد الله جدا عشان زملكاوي وانت زملكاوي؟ لا زملكاوي. والله خالص خالص. بالعكس، ده ما هو الاستاذ عمرو الجناين زملكاوي. احمد من الكوادر الرائعه. وعلى فكره احمد، المفاجأة اللي الناس مش كتير يعرفوها، عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة قبل ما يبقى عضو اتحاد الكورة. بالظبط، مش كل الناس عارفة ده. في قرار أنا مش كنتش راضي عنه، بس ما خدته، مش أنا اللي خدته، مجلس الإدارة خده. أجري. أجري. وده كان واضح للناس كلها، حتى بعد الجلسة قلت أنا شايف إن أجري مش وقت أجري، ولا شكل أجري، ولا الظروف المحيطة بأجري. واعلنت يمكن في كل المواقع وفي كل البرامج ان انا مش راضي عن اختيار اجري. يمكن ده كان كلام كابتن خالد لطيف عضو مجلس اداره اتحاد الكره السابق معانا. الحقيقه يمكن علشان برضو ما نطولش، انا ما تعودتش دايما ان انا ارد غير على الكبار وعلى رؤساء الانديه وعلى النجوم الكبار. طيب خلينا ناخد مكالمة أو مداخلة مهمة جدا من الكابتن حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق. كابتن حمدي برحب بيك. طيب كابتن حمدي، طيب هو الاتصال قطع فبنحاول نجيبه تاني. كنت بتكلم معاه، كنا يمكن ما تعودناش أو أنا ما تعودتش إن أنا ما ردش غير على الكبار او على الاسماء الكبيره في الرياضه المصريه والنجوم الكبار. لكن خلال الفتره اللي فاتت يمكن الصعلوك على
أو الهارب علاء وهو ليس صادق، يعني بيحاول أنه يثير الفتنة وهو متعود أنه هو يثير الفتنة ما بين جماهير الأهلي والزمالك. تطاول وتجاوز خلال الفترة اللي فاتت، ما بحبش أن أنا أرد عليه، لكن تعالوا نشوف حقيقة علاء صادق أو العلاء ليس صادق أو الكاذب في الفيديو دوت، ونرجع نكمل مع بعض. شكرا للأسد الهصور المقاتل مرتضى منصور، الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي الزمالك. مرتضى منصور مرشح للرئاسة، تعرض للسجن لحقائق سنة، واتهم برضو حقائق ضمن مجرمي ومحرضي موقعة الجمل. لما اتهم هرب، عمل أبو الرجالة النهاردة هرب. فوجئت بالألترس أو عدد من قيادات الألترس ابتدوا ياخدوا منحنى تاني وابتدوا يمشوا في سكة مش مظبوطة. مؤخرا فوجئت بغيابهم تماما عن المشي. دكتور لا ما بقولش ما نتكلم ما نتهمش الناس بانهم رشوا. النادي الاهلي اكبر كتير كده يا دكتور. اذا كنا بندافع عن قضيه ما نعملش قضيه تانية. خد بالك كلمه الرشوه، انا مش بدافع عن النادي الاهلي، انا دافع عن مبدا وعن كيان كبير زي ما احنا بندافع عن مصر بكل حاجه. انا بدافع عن النادي الاهلي اكنه بدافع عن مصر بالظبط. بقول لك كلمه الرشوه لا تعني مال، خد بالك يا كابتن. انا لما ادي لك حاجه مش حقك دي رشوه. والاهلي على الجانب الاخر لا يجد من يدافع عنه حتى من مجلس إدارته المنبطح لأسباب مجهولة. كلكم عارفين والصغير لازم يعرف إن محمود الخطيب هو أحسن لاعب كرة قدم شافته مصر في 120 سنة. الخطيب على صعيد المهارات والفنون والمراوغات والأهداف الجميلة والأخلاق العالية كمان هو أحسن لعيب شافته مصر. هو ده رئيس النادي اللي عارف كرة، عشان كده محمود الخطيب منفرد جدا. وزي ما قلت لكم في الاول، مع الخطيب مش هتقدر تغمض عينيك. شفت السقطه دي؟ او الخطيب سقط. الاهلي منبطح، الاهلي منبطح، الاهلي منبطح، الاهلي منبطح. هو ده علاء كاذب اللي انا يمكن بعتذر للساده المشاهدين ان احنا ورينا لكم صوته وصورته، لكن احيانا بنكون مضطرين لبعض المواقف لكشف حقائق أشخاص معينة. بالنسبة لي من 12 سنة من 13 سنة أنا عارف كويس جدا، والحمد لله كنت سبب في أنه هو ما يكونش موجود في أكتر من مكان، لأن أنا عارف أنه هو يعني تناقضاته كبيرة جدا، دائبة عليها، متعود عليها. يقولك مرتضى منصور ده أسد وجسور، وبعدين يشتم في مرتضى منصور. يقول لك الخطيب ده أفضل وأمهر لاعب، وبعدين يقول إن هو سقط سقطة. يصف مجلس إدارة النادي الأهلي في فترة من الفترات أو يتهمه بالرشوة، ورد عليه كابتن زيزو وقتها كانت عشان مصلحته الشخصية وقتها تتعارض مع مجلس إدارة النادي الأهلي. بيدافع عن النادي الأهلي دلوقتي، وهو أول من اتهم النادي الأهلي بأنه منبطح ومجلس إدارة النادي الأهلي منبطح، ثم دلوقتي بيتهم الآخرين بأن هم بيحاربوا النادي الأهلي. طريقة علاء صادق معروفة، ومعروفة بالنسبة لي، وأنا عارف طبعا الأسباب الشخصية اللي دفعته. هو بيصفي حسابات خاصة من سنين، يعني فترة من الفترات ما أحبش أن أنا أتكلم فيها، بس زي ما بقول لحضراتكم ده وضع طبيعي لشخصية زي ديت، أن هو بيكذب دائما. وزي ما انت شفتوا تناقضات غير طبيعيه، وفي حاجات كتيره جدا، وفي تفاصيل واسرار ممكن نتكلم فيها. بس في النهايه انا مش عايز اضيع وقت الساده المشاهدين على شخصيه هاربه ضد البلد ضد الوطن، لا تستحق ان احنا ناخد اكبر من الوقت اللي حددناه دوت في البرنامج. بعد كده مش هرد عليه، لان زي ما قلت لكم لما يبقى لو يقدر يرجع مصر مره تانية يبقى ساعتها نرد عليه. حاول فتره من الفترات ان هو يثير الفتنه سياسيا وفشل، فشل ذريع لان مش لعبته، وفي نفس الوقت
بيحاول يثير الفتنة رياضيا من خارج مصر، وهو أمر يعي إليه كل الناس وكل الناس اللي بتحترم بلدها وبتحترم. ممكن نختلف هنا جوه البلد، وممكن يكون في خلاف ما بين أو انتقادات، لكن في النهاية جماهير الكرة المصرية بتكون واعية لمين اللي بينتقد بنقد بناء، أو بيكون في احترام لكل الأندية مهما كان النقد. احنا بنحترم النادي الأهلي ومجلس إدارته، بنحترم نادي الزمالك ومجلس إدارته، نادي الإسماعيلي نفس الأمر ومجلس إدارته، لكن ما بنغيرش مواقفنا وفقا للأهواء الشخصية، وعمرنا ما هنكون ضد البلد، وعمرنا ما هنحاول ان احنا نثير الفتنة لأهداف خاصة والأهداف تكون ضد الدولة. مرة تانية وتالتة ورابعة بعتذر ان احنا اظهرنا الصوت والصورة لهذا الشخص، ولن تتكرر مرة اخرى، بس حبينا ان احنا نوضح حقيقة واحد خان بلده فيعمل اي حاجة في الدنيا. خلينا نروح لفاصل واستقبل الكابتن مجدي عبد الغني، وهناقش معاه اخبار مهمة جدا ومواضيع وقرارات صدرت في الفترة اللي فاتت. وجود مجدي عبد الغني النهاردة هيكون مهم جدا معانا لحين كمان ما ننتظر عودة حمدي النقاز على التليفون مرة تانية. وخلينا نتابع المسابقة اللي احنا بنتعامل فيها يوميا او بنجهزها يوميا، مسابقة التعليق اللي الناس بتبعت لنا على صفحة البريمو. فاصل ونستقبل الكابتن مجدي عبد الغني. نتكلم النهارده عن كلاسيكو الارض بين ريال مدريد وبرشلونه. ونبتدي ببرشلونه. الحقيقه برشلونه بدا الماتش 4-4-2. كيكي سيتيان كان عايز يعمل كثافه في وسط الملعب باربع لعيبه، بحيث ان هو يوفر مجهود جريزمان وميسي في الهجوم، ما يضطروش ان هم يعملوا واجبات دفاعيه. والحقيقه ده نجح في الشوط الاولاني، وبرشلونه كان ليه فرص كتير جدا، بس جريزمان يعني اطاح بكل الفرص دي. على الناحيه الثانيه ريال مدريد بدا زيدان بدا 4-3-3 كالمعتاد في الفترات الاخيره يعني، بس كان في تريك حلو جدا عمله زيدان، ان هو خلى فالفيردي يميل ناحيه اليمين على الخط، وعمل انطلاقات حلوه جدا وكان مفاجاه بصراحه في الماتش. طلال الاهلي مسيطرا حتى الدقيقه 17 من المباراه. هذا الاهوال اروع للاهلي. الكره في وسط ميدان الاهلي، قالوا ديانج الى عمرو الصولية، ترجع الى الخلف مع ايمن اشرف، تمريره ولا اروع لرامي ربيعه، تحضير ولا اروع ولا اجمال للنادي الاهلي. الاهلي يحضر من تحت كالعاده مع المدير الفني ايلي فايرا. بعينيا مصر من تمرين حطناها، نختلف في الالوان ولكن اللون واحد، نختلف في الاهواء ولكن الحب واحد. اذا مشاهدينا الكرام، هي مباراه الرحله، واحد التعادل الايجابي لسه مش عارفين، لسه ملامح اللقاء من يكسب، لكن الفرقتين كبار يا جماعه. علي وامير، يا امير انت امير على طول في النقطه دي، يا ولد العيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي ساداتي، محبي وعشاق متعه كره القدم، محبي وعشاق الصحراء المستديره اينما كنتم في كل مكان، احييكم واسعد بصحبتكم ورفقتكم الكريمه، محدثكم ومعلقكم الرياضي علي السعيد. كما يسعدني ان انقل لحضراتكم الوصف والتعليق على هذا اللقاء المرتقب، نهائي كاس مصر. لا صوت يعلو فوق صوت القمه. الاهلي الاول في مرمى سان داونز. لو رجعنا للهدف من الاول هتلاقي السولية عمل فينت رائع وبصل كره على المعلول. لو جينا بقى ركزنا مع اجاي هتلاقي دايما اجاي بيقطع من العمق عشان يفضي المساحه لعلي معلول. أجاي بصر كرة لعلي معلول، 70% من الهدف الاستلام الرائع من علي معلول. يعني برحب بيكم، وانضم لي طبعا نجم مجدي عبد الغني، كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي. كابتن مجدي برحب بيك. أهلا بيك يا جميل، ومعايزك يعني تاخد الامور كده ببساطه، ما في ناس ما تردش عليها اصلا يعني. لا والله، هو فعلا دي حقيقه، بس هو يعني في احيانا
شخصيات كده لازم لا المتلونين يعني كتير قوي اصل المتلونين ما فيش حد صعب قوي هتلاقي حد واقف على ثابت على مبدا وثابت على على كلام واللي بيقوله النهارده هو اللي بيقوله بكره هو هو يعني طيب. سواء ضد او معاه خلينا ناخد حمدي النقاز طبعا طبعا ده نجم كبير كابتن حمدي نجم طبعا الزمالك السابق برحب بيك اهلا وسهلا كابتن اسلام واهلا وسهلا كابتن مجدي عبد الغني اهلا يا حمدي ازيك منور وحشنا الحمد لله ربنا يخليك يا كابتن شكرا ربنا يخليك كابتن حمدي الحكم اللي حصلت عليه ده حكم نهائي خلاص ولا ممكن نادي الزمالك يستأنف وانت موقفك ايه بعد الحصول على الحكم دوت؟ والله يا كابتن انت عارف انا من الاول مخلي المحامي بتاعتي من اول ما انا قدرت مصر هو اللي مهتم بالقضيه دي وممكن هو دخل معاكم وصل لك كل حاجه الحمد لله امبارح انت عارف ان الفيفا جاوبت المحامي وجاوبت حتى الزمالك اللي واحد الحمد لله كسب القضيه بتاعته وانت عارف ممكن زي ما انت قلت ممكن نادي الزمالك يعمل استئناف ولا اي حاجه لكن الحمد لله انا انت عارف ان انا الفتره اللي فاتت ظلمت كتير واتهنت وفي ناس اتكلمت علي وحش وقالوا اللي حمدي هرب واللي حمدي ما كانش في المستوى وكل حاجه لكن بالعكس انا عملت سنتين كويسين مع الزمالك وكنت بلعب كاي لاعب محترف وحتى لو رحت مع ده رحت لاخر اخر يوم اللي انا قال لي المحامي بتاعتي لان لازم خلاص اخرج من نادي الزمالك ولو انا كنت متعمد ولا اعمل حاجه زي كده ما كنتش ابعت جواب من للزمالك من الاول وكنت عايز مستحقاتي زي اي لاعب لكن الحمد لله ربنا نصرني في الاخر وان شاء الله دلوقتي الواحد يشوف مستقبله. عندك عروض يا كابتن حمدي ولا لسه؟ دلوقتي كل الكره في العالم واقفه اول حاجه ان شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظ العالم العربي كل من الوباء ده وان شاء الله لما ترجع الدنيا زي العاده الواحد ان شاء الله هيشوف نفسه فين وهيظبط الدنيا باذن الله. هل في عرض من النادي الاهلي ولا لا؟ والله دلوقتي لسه ما فيش. في ناس بتتكلم في وكلاء بيكلموني لكن ما فيش حاجه رسميه دلوقتي. طيب لكن انت ما عندكش مانع ان انت تلعب في النادي الاهلي او ترجع تلعب في مصر تاني عن طريق النادي الاهلي؟ ولاعيب محترف. انا قلت قبل انا نعم محترف بتقول لك لا هو لعيب محترف دي حقيقه يعني يلعب في اي نادي صح فاهم انا بالعكس انا حتى لو اتكلمت انا عندي احترام لجمهور الزمالك وعارف جمهور الزمالك اللي بيحترمني مش حتى لو لما اتكلمت ما كنتش حتى في ناس وصلت اللي انا عندي مشاكل مع الجمهور لا انا كنت حتى مش عايز اقول مشكله انا كانت عندي حاجات بيني وبين اداره الزمالك مش بين جمهور الزمالك، جمهور الزمالك محترمه لكن انا لاعب محترف واي لاعب انت عارف اتمنى بيلعب في فريق كبير زي الاهلي ولو ربنا كرمني انا لعبت في الاهلي ولا في اي فرقه اخرى كبيره ان شاء الله الواحد مفيد بيبني على مستقبله وانت عارف واحد وبيبقى في المنتخب وقدامي ماتشات مهمه وان شاء الله يا رب اللي جاي احسن باذن الله. ده عايزين نقول لحمدي بس ان في مصريين لعبوا في الاهلي والزمالك فحمدي لعيب اصلا هو مش مصري هو راجل تونسي محترف كره القدم هي شغلته فيلعب في الاهلي يلعب في الزمالك يلعب في اي نادي ما يعني ما حمدي لو عندك عرض من النادي الاهلي وعرض تاني من اوروبا او عرض خليجي برقم او بمبلغ كبير تفضل يعني العوده مره تانية للدوري المصري اتفضل بص يا كابتن انا قلت انا الحمد لله ممكن لعبت في فرقتين ممكن من في افريقيا معروفين اللي هم النجم الساحلي الزمالك كمان في طبيعتي دايما وعايز دايما في مستقبلي انا بكون في فرقه كبيره لو اكيد لو عرض علي الاهلي او فرقه اخرى بالسعوديه خير وافضل الاهلي انت عارف الاهلي فيها علي معلول وده معناتها لاعب كبير ولاعب معايا في المنتخب ممكن يساعدني على الحاجه دي زي ما انا لما كنت في الزمالك كان فرجاني معايا وتاقلم بسرعه فاهم ان شاء الله واحد زي ما قلت لك المفيد ان شاء الله واحد بيعرف بيحط رجليه فين وباذن الله ان شاء الله لو ربنا كرمني اكون عند حسن المستوى واقدم اضافه في اي مكان ان شاء الله
هل علي معلول كلمك ان انت يعني مبدئيا ان يعني بيستطلع رايك ان انت ممكن تكون موجود في النادي الاهلي؟ لا ده اخويا انت عارف انا مع احمد، لو اتكلمت مع علي مش هتكلم معاه دايما في الكوره، ده اخويا من احنا ناشئين فاهم. اكيد هو مش هيعرض عليه، لكن هو بالعكس هو بيرحب لو انا كنت معاه، لو انا اكون معاه في النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يوفقه هو، وان شاء الله انا اتمرن فين ان شاء الله، وفي المستقبل وفي الوقت اللي هي تيجي ان شاء الله. حمدي لو نادي الزمالك لو في امكانيه ان يكون في حل ودي للازمه ديت، هل انت هتوافق ولا لا؟ بص يا كابتن انا والله العظيم مش عايز اتكلم، انت دلوقتي ممكن ناس بتخبط فيك، وانا عمري في حياتي انا ولا المحامي بتاعتي بتكلم وحش، ولا اتكلمت وعملت في رده فعل ما تليقش باسمي ولا باسم المحامي بتاعتي. بالعكس احنا الناس ردينا بالفعل زي ما بيقولوا بالتونسي، احنا ما اتكلمناش، لكن لو كان في اعتذار ممكن كانت من الاول زي ما قلت لك، علشان انا الناس بتكلمت عليه كتير، حتى انت عارف دلوقتي انا بسمع، مش عايز اقول على سامي، بسمع في ناس بتقول لك حمدي بيشحت في لعيبه عشان يرجع للزمالك. لا ممكن انت عارف زي الزمالك فريق كبير والقاب وكده، حتى انا الحمد لله انا عامل مسيره كويس دلوقتي ولاعب محترف ولاعب فايز بالالقاب وكده، ما ينفعش رئيس بيتكلم على لاعب يقول لك هو بيشحت في لعيبه. انا الحمد لله عمري في حياتي حتى لو كلمت لعيبه في مصر اليوم على اصحابي، عشان انا كنت محترم والناس كله بتحبني في مصر، والحمد لله ممكن دي اكثر حاجه اللي انا استفدت بها، واللي انا مبسوط لما كنت بلعب في مصر اللي الشعب المصري كله قدرني. حمدي نقاز طبعا اتمنى لك التوفيق في اي قرار انت هتاخده، وان ازمتك مع نادي الزمالك تنتهي بشكل طبعا يليق بنادي الزمالك ويليق بيك كلاعب طبعا تونسي دولي كنت متواجد مع نادي الزمالك فتره من الفترات، وايا كان القرار اللي هتاخده بالعوده للنادي الاهلي او باللعب في اي دوري من الدوريات العربيه اتمنى لك التوفيق حمدي النقاز. بشكر طبعا حمدي النقاز، ليك تعقيب طبعا. هو طبعا اللي ساعد حمدي على انه يكسب القضيه بتاعته ان الزمالك في الفتره الاخيره يمكن من قبل مجلس اداره اللي موجود، هو نادي الزمالك عنده مشاكل مع لعيبه، ومعظم المشاكل بتتعمل مع لعيبه اجانب، واللعيبه الاجانب ما ينفعش تهزر معاها، لان اللعيب الاجنبي مش هيروح لجنه شؤون اللاعبين هنا في مصر، ولا يروح، مش هيحل حل ودي، ومش هيحل حل ودي، لان هو دي شغلته. انت واخد بالك، واللي بيتكتب في العقد بيبقى لازم هياخده بالذوق او هياخده بالقانون. يعني النادي هيوافق يديهوله او القانون هيديهوله او الفيفا هتديهوله. نادي الزمالك عنده مشاكل كتيره من ايام اللعيب الغاني اللي جابه من ايام الاستاذ ممدوح عباس. الدفع أجوجو الدفع له فلوسه، الله يرحمه بقى، الدفع له فلوسه بالكامل. كل لعيب راح الاهلي او راح الزمالك، اللعيب اللي ما لعبش ولا ماتش في النادي الاهلي اللي جاي من اللي هو كان برازيلي ده، ما اتفرجناش عليه خالص، لعيب في وسط الملعب برضه ما لعبش ولا ماتش، والنادي الاهلي مشاه، برضه كان ايام المهندس محمود طاهر، والنادي الاهلي مشاه والفيفا حكمت له بفلوسه بالكامل، هياخد فلوسه. لعيبه كتير يعني راحت اهلي وراحت زمالك اجانب، هم فاكرين ان يعني اما يمشيه كده ويقول لك ده لو هندرسون تقريبا هندرسون برافو عليك هندرسون خد فلوسه برضه، هو الاعداد اللي صاحي بس لا ماشي، هو اعداد هايل يعني انه صاحي. فهم هو ده لازم الانديه تتعلم بقى من اخطائها. يعني ما ينفعش تحط ايدك في الجحر كل مره وتلدغ وتقوم رافع ايدك، ده في تعبان، وبعدين تقوم رايح تقول ايه لا ده يمكن ماشي. هل نادي الزمالك عنده مشكله في التعامل مع اللاعبين الاجانب علشان ما عندوش محامي دولي كويس يعني بيدافع عنه؟ لا ملهاش دعوه بالمحامي الدولي. مهما كان معاك محامي دولي شاطر بس مالكش حق، مش هتاخده. المساله ما هياش انت معاك محامي شاطر يطلعك من قضيه، لا المسألة مسألة إن أما تتعامل مع لعيبة أجانب
او تفكر انك تجيب لعيب اجنبي او انت مش عايز تدي لعيب اجنبي مستحقاته، لازم تفكر 200 مرة و 300 مرة قبل ما تفتعل مع المشكلة، لانه هياخد فلوسه وهياخد فلوسه، هياخد حقه وهياخد حقه، ان عاجلا او اجلا، وهياخدها بالفوائد بتاعتها. يعني شوف المشكلة بقى ان هياخدها مركب عليها فوائد الفترة اللي انت ما دفعتهاش، ولو ما عملتش كده هيتخصم لك، ولو ما عملتش كده هتنزل درجة، ولو ما عملتش كده مفيش هزار، يعني الموضوع مفيهوش هزار. فلازم يبقى في خصم نقاط طبعا، وبعد كده ينزلك وينزلك درجة كمان بالزبط. يعني مش وبعدين انت هنا ما يقدرش اتحاد الكرة ياخد القرار ده، لكن اتحاد الدولي يقدر ياخد القرار ده. يعني عايزين نتعلم. طيب نادي الزمالك يعمل ايه دلوقتي في المشكلة ديت؟ يعني في استئناف لازم يحل، ما حتى لو في استئناف في النهاية هياخد اللعيب فلوسه وهياخد فلوسه بفوائد. كل اللي هيعمله نادي الزمالك انه هيأخر شوية، هيستأنف، هيأخر، لكن في النهاية هو ده القرار اللي هيصدر. خلاص ملهاش حل. ملهاش حل، هو ده القرار اللي هيصدر، مفيش هزار مع لعيبة الأجانب، لان الاتحاد الدولي ما عندوش عواطف وما يعرفش برشلونه من 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 ريال مدريد، من الزمالك، من الاهلي، ما يعرفهمش. هو قدامه كيس وحاله، واللوائح واضحه وصريحه. انت وبعدين هو لعيب محترف ومعاه وكيل كويس، ابعت جواب للنادي يقول له انك عايز فلوسك. النادي ما ردش عليك في خلال كذا من حكي انك تفسخ عقدك، خلاص انتهى الموضوع. ما نقعدش نكابر بقى ونقعد نقول لا ده احنا ادينا له، ده هو مع عقده ما فيهوش، ده نقعد نقول اي حاجه. يعني اللعبه ما ينفعش تلعب مع الفيفا، ما ينفعش ولا خالص. تلعب مع الفيفا ولا تلعب مع لعيب اجنبي معاه وكيل وداه كذا نادي وعارف هو بيعمل ايه. طب احنا ليه بصفه عامه الانديه المصريه ما بتتعلمش من التعامل، او في مشاكل دايما مع اللاعبين او المدربين الاجانب؟ عندهم كبر. يعني المصري اتوقف له القيد، النادي الاسماعيلي عنده مشكله، عندهم كبر، وعدم خبرات وعدم درايه واسمها ايه، لا مبالاه. هو ممكن يمشي يقول لك انا امشي واصدر المشكله، ما هو ده اللي احنا بنقوله. يعني احنا وانا دايما بقول ايه، بقول لازم كره القدم تبقى كره محترفه، ويبقى النادي اللي بيرقص النادي وعايز يرقص النادي يرقصه من جيبه، اللي عايز يرقص نادي ايا كان صغير او كبير يرقصه من جيبه، يطلع من جيبه، ما يديش من جيبه، ياخد الحكم على نفسه، ياخد الحكم عليه هو. انما ما يتخدش، ما نبقاش بنعمل مجلس اداره هاوي ويمشي مجلس الاداره ده ويجي يلبس مجالس الادارات اللي جايه كلها الليله. ده كلام مش منطقي، وده كلام مش هيفضل ماشي في كره القدم كتير. خد بالك يعني عندنا هنتغير غصب عننا مش بمزاجنا. انتوا ما عملتوش دوت ليه لما جيت في الليل؟ احنا ما بنعملش، مش احنا اللي بنعمل ده. امال مين؟ مش اتحاد يعني. بص يا اسلام، مش اتحاد الكوره اللي بيقول الانديه يبقى صاحبها شخص او تباع لمجموعه او تاخدها مؤسسه، مش اتحاد الكوره اللي بيقول ده. دوله يعني انجلترا، كرة في انجلترا، نادي بايرن ميونخ مين صاحبه؟ احنا اكيد اسهم او اكيد مجموعه، انت واخد بالك؟ نادي الانديه في انجلترا، انديه كلها بتاعت اللي شاريها واحد صيني، واللي شاريه واحد ياباني، واللي شاريه واحد تايلاندي، يعني واللي شاريه انجليزي، واللي شاريه امريكاني، يعني ناس بتستثمر في كره القدم. فاللي بيستثمر بايرن ميونخ الالماني. الالماني لا انا بقول بتكلم على المانيا وعلى بتتكلم مثال وعلى يعني عشان الناس ما تقولش لا انت عارف اصل الناس قاعده قعدنا بالظبط على الواحد. مجدي عبد الغني بايرن ميونخ هيبقى في انجلترا يعني؟ لا يعني برضه عشان ما حدش يقول لك اصل مجدي عبد الغني هيبقى ايه البايرن ميونخ؟ لا هو بايرن ميونخ هيبقى في انجلترا، هياخد الدوري الانجليزي مثلا. طيب خلينا يعني برضو ارجع لحضرتك، عايزين نتعلم، بس عايزين نتعلم. يعني 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 ما نكبرش، لازم حمدي النقاز يجي، يا اما نديله فلوسه بالكامل وننهي هذه القصه، يا اما نتفق نتفاوض معاه ونبعت له حد بشكل شيك ونخلص الموضوع. نقول له يا حمدي بدل ما نطول، انت دلوقتي ليك 10 قروش، فلظروف النادي الزمالك عنده ظروف او عنده قصه او ما مش عيب. مش عارف ليه حسيت في المداخله
بأهلويتك انك انت عايزه يجي الاهلي، ده لاعب محترف. بص بص هو محترف هو يروح يلعب، هو اهلويتك لاحت عليه. ما لاحتش ولا حاجه، مع ان في ناس بتشكك في اهلويتك. يا بص يا اسلام، سيبك اللي يشكك يشكك. انا النهارده لما انا عمري ما انتقد النادي، هو النهارده النادي الاهلي كنادي اهلي هو اللي بيدير نفسه يعني، ولا يعني عايز افهم. اما تيجي تتكلم عن مصر، مش مصر ليها اداره هي اللي بتوقفها على رجلها وهي اللي بتخليها قويه؟ يا اما بتخليها ضعيفه. النادي الاهلي ونادي الزمالك نفسه والنادي الاسماعيلي نفس القصه. بس مصر قويه دلوقتي. ما انا طبعا ما اتكلمش انا بس برضه عشان السوشيال ميديا برضه. لا انا عايز لك النهارده. والله برافو عليك. لا كويس. لا هيجي يوم ده تصحيح السوشيال ميديا عشان انما انا بتكلم يقول لك ايه، انت بتهاجم النادي الاهلي. انا عمري ما اقدر اهاجم النادي الاهلي ولا عمري، انما اللي بيدير اخطا هو 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 ده 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 يعني ده الانبياء. هو مش انبياء اللي بيديروا الانبياء، هم انبياء ولا ايه؟ مش ده حتى في بعض الانبياء اخطاء يعني. سيدنا موسى واحد موته يعني، ده خطا. وهو ما يموت روح، مش ده خطا؟ خلينا في النادي مثلا يعني انا عايز اقول ايه، ان اللي بيدير ممكن يخطا، واللي يخطا يقول انا اسف. ما هو ايه العيب ان وانا لو غلطت اقول انا اسف؟ ما فيش حد كبير على الخطا، ما فيش حد كبير على الخطا. فانت النهارده ما بتهاجمش النادي ككيان. النادي ككيان ده احنا طوبه فيه، مش ممكن اهاجم نفسي. انا النادي الاهلي بقول لك انا مولود نادي يعني انا مش مولود كنت مثلا ما بحبش الكوره فجاه حبيت النادي الاهلي، لا. ومش مولود ما بحبش الكوره خالص، لا. ده انا عندي عيله كامله بالكامل اهلاويه. او مش بتحب الاهلي عشان مصلحه، او مش بحب الاهلي عشان بيشغلني في السوشيال ميديا، ولا بفتح له موقع بشتم فيه حد، ولا بشتغل مدير اعلامي باخد 130 الف جنيه، ولا لا يعني ما بشتغلش حاجه في النادي الاهلي بتديني فلوس. انت واخد بالك؟ ده بالعكس، انا بحب النادي الاهلي للنادي الاهلي، وعمري ما فكرت في الفلوس في النادي الاهلي. يعني عمر انا ما كنت مع النادي الاهلي بفكر في الفلوس اطلاقا، بعكس بعض اللعيبه كانوا معانا كان يهمهم الفلوس، وما كان يهمهم ده وضع في جيلك في جيلنا واكبر مننا واجيال اكبر مننا كانت. انت واخد بالك؟ انما انا عمري ما كانت الفلوس تهمني اطلاقا مع النادي الاهلي. انا كان يهمني النادي الاهلي حد كان بيحط مصحف على الجون. انا شجعت النادي الاهلي وهو بيخسر من البلاستيك، مش حموكشة ده اللي جاب الجون من مش او حموكشة ده الله يرحمه مش اتشهر بايه؟ مش ده كان بيلعب في البلاستيك اللي شهر وجاب جون في النادي الاهلي؟ كان ساعتها مين بيلعب في النادي الاهلي بقى؟ جيل ما 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 يعني صعب انك تفتكر. كان في راس حربة اسمه محمود عبد الحي، ما اعرفش الناس فاكره ولا لا. كان واحد تاني وينج اسمه عادل الجمال، وكان ابراهيم عبد الصمد بيلعب ناحيه اليمين. انا كنت بروح اتفرج على النادي الاهلي في الدوره الصيفيه اللي بتتلعب في اسكندريه، ما كانش في كوره مصر، كانت الكوره واقفه. انا كنت اروح الدوره الصيفيه في اسكندريه، كان عمي يشني على كتفه على رقبته عشان اتفرج على الماتشات. نروح استاد اسكندريه ده، انت واخد بالك، عشان نتفرج على ابراهيم عبد الصمد وهو بياخد الكوره كده ويلفها مش عارف، ونتفرج على اللعيبه اللي صلاح حسني بس انا يعني الكلام اللي حضرتك قلته فيما يخص التعامل المره اللي فاتت مع اللاعبين الكبار وفكره المبالغ الماليه، انت حضرتك متمسك بيه؟ طبعا متمسك بيه عن قناعه. انا متمسك بيه. هرد على السؤال دوت بعد الفاصل. اتفضل. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع الكابتن مجدي عبد الغني. طيب لسه مكملين مع الكابتن مجدي عبد الغني، ويعني هرجع بقى للجزئيه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، ان انت حضرتك متمسك بالكلام، يعني ما خفتش من الهجوم اللي كان عليك الفتره اللي فاتت. انا بص اللي مش يعني الكلام اللي اسلام انا 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 ما اعرفش، انا اولا ما بقراش حاجه خالص ولا بخش اشوف، لكن انا بتكلم عن اصلاح كره القدم، واعتقد ان الايام اثبتت ان انا بتكلم صح. يعني انا مش عايز، أنا لا أشكك في موهبة وليد سليمان خالص، ولا في رجولته ولا في جدعنته ولا في إخلاصه. أنت بتتكلم عن حال، ولا بأشكك في نجومية أحمد فتحي وإخلاصه للنادي الأهلي، لكن أنا بتكلم واقعي.
احمد فتحي لما يجي له انا المفروض كنادي لازم يبقى انا عندي سقف وفي التفاوض، وفي نفس الوقت لازم يبقى عندي رؤيه للعطاء في المستقبل. مفيش حاجه اسمها اقول ان احمد فتحي مثلا هو لعيب قوي جدا وكل حاجه لكن ما اضمنش انه يكمل 3 سنين. لكن لما هدفع اما بيراميدز تدفع من جيبها الخاص، يعني واحد يدفع من ماله الخاص ويقول انا عايز احمد فتحي 3 سنين واحمد فتحي يلعب سنه ويمشي، ده موضوعه. انما لما الفلوس اللي انا بدفعها دي زي هندرسون مثلا، ما هو ايام المهندس محمود طه غلط ان انت تجيب لعيب ما تعرفوش ويطلع مصاب. هندريك ده انت لعيب ما تعرفوش وما كشفتش عليه، وبعد كده في الاخر وبرضه في لعيبه جت في النادي الاهلي ما كشفش عليها وما لعبتش ومشيت وخدت فلوسها برضه. انت واخد بالك؟ وفي نادي الزمالك نفس القصه، احنا عندنا قصور في اننا احنا بنجيبه خلاص. لا الموضوع عايز انك انت تبقى بتجيب ليه وخلاص، لان ما فيش حساب. طيب انا عندي خبر ان محمد الشناوي حارس النادي الاهلي، حارس الاساسي والحارس الاساسي لمنتخب مصر طبعا، ان النادي هو عقده 6 مليون في الموسم. ايوه. وهناك اتجاه في النادي الاهلي ان يتم زياده عقده الى 10 مليون جنيه في الموسم بالاضافه الى الاعلانات. اوكي. يوصل تقريبا 12 مليون. ايوه. ماشي. هل انت مع المبلغ دوت اللي متحدده؟ لا انا مش مع انا مش كتقييمك ليه كحارس لا في المونديال. لا انا واحده واحده حارس اساسي. هل هو عقده انتهى؟ لا، ما هم دلوقتي فكره ان عقده هو قدامه سنتين. الاحتراف بيقول ايه؟ انتوا انتقدتوا النادي الاهلي في فتره من الفترات او المجلس دوت لما جه يتاخر في فتح المفاوضات مع احمد فتحي، فبدات الناس دلوقتي تتكلم. بعد اذنك هكمل حضرتك. ما انا عارف اللي انت هتقوله. ماشي، عشان الناس انت عايز تقول ان هو يعني بيتفاوض معاه بدري. بالظبط. اه، ما حلو، كلام محترم. يتفاوض معاه بدري يزود له اللي موجود ولا زود له اللي جاي؟ ما انا هتفاوض معاه بدري، المفاوضه معاه بدري لمصلحتي ولا لمصلحتي؟ طيب. انا الحارس ده الحارس الاساسي. ما انا ما قلتش لا. فتره من الفترات بيحصل طرديه يا عم. احسن، ما فيش حاجه اسمها في كره القدم طرديه وفي الاحتراف طرديه. ما هو بيحصل على طول يا كابتن. ما هو ده ما فيش حاجه اسمها في الاحتراف حاجه اسمها طرديه. الطرديه دي مع اللاعب الهاوي. انت مضيت عقد ملتزم بيه، زي ما انت لو انا ما اديتكش العقد بتاعك انا ملتزم بيه. لو زي كده حمدي النقاز. حمدي النقاز خد فلوسه ولا ما خدش فلوسه؟ ملتزم. انت النهارده ايه اللي يخليك تنط؟ ما انت يعني عايز تديله اديله ما بعد انتهاء عقده. ده كلام خلاص. اديله اضعاف، لكن ما تديلوش دلوقتي، ما تزودوش دلوقتي. بتزوده ليه دلوقتي؟ تلعب في العقد اللي موجود ليه؟ خلاص، هو كانت قيمته دي وماضي معاك 4 سنين، انت عايز تجدد له بدري، تزود له ليه السنتين اللي لسه هو ماضيهم؟ انت زود له، انت بقى بعد ما يخلص يا رب. ما هو انت، طب هو عايز يقعده وعايز يطمنه، ما هو عايز يا سيدي يحافظ على الحارس. يا سيدي ما هو يطمنه بانه هيفضل موجود. هو هيلاقي افضل من النادي الاهلي فين؟ لا، هو ممكن يجي له عروض مغريه يا سيدي. لو جات له عروض مغريه وانت مديله يا رب تديله 30 مليون جاله عرض ب 60 مليون مش هيروحوا ومش هيجي يتكلم معاك ويقول لك انا جاي لي 60 مليون. يعني مهما اديت له، مهما اديته هو كده كده المغري هيبقى مغري بالنسبه له. ما بتتكلمش على محمد الشناوي. لا، بتكلم عموما. انا ما بتكلم، ما الاقيش محمد الشناوي عامل تويته يا عم. لا، بيقول لك اصلي مش عارف. انا ما بتكلم. بص محمد الشناوي احسن حارس في مصر حاليا. لكن انت بتكلمني في حاله. انا راجل بكلمك كراجل محترف. انا يا اخي ما رحتش البرتغال ببيع شرابات وببيع لب على الطريق. يعني انا رحت العب كوره. ايه ده والله؟ ورحت العب كوره وكنت هداف وكنت احسن لعيب في الدوري. يعني ما رحتش كمان ضيف شرف. ومن افضل 20 لعيب في القرن العشرين في البرتغال. والله مش في سرس الليان ولا في قريه من القرى مديني افضل من افضل 20 لعيب. لا، يعني لازم الكلام اللي بقوله موزون ولازم الناس تسمعه، لان هو اللي بقوله ده هو ده اللي هيحصل
احنا متاخرين. فهو تراكم خبرات يعني. هو انت يعني بتقول اراءك بتجيب اراءك منين يعني؟ ولا بتجيب ما بتجيبها من من الايام ومن الخبرات. طب ليه ده ما اتطبقش لما حضرتك كنت عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره ملوش دعوه بالانديه، كنت رئيس لجنه شؤون اللاعبين، وما حاولتش تلغي الطرديات اللي كان ممدوح عباس مثلا فتره من الفترات بيدي شكاوى؟ انا ما اقدرش، انا ما عنديش في ايدي لوائح. والنادي الاهلي كان بيدي طرديات فتره، والاسماعيلي كان بيدي طرديات، ليه ده ما اتلغاش؟ وانت ما خدتش طرديات ولا مش في ايدي؟ لا ما خدتش. وانت لعيب خالص؟ خالص عمري ولا اعرف يعني ايه طرديه. طب احلف والله العظيم ما اعرف يعني ايه طرديه. خدتش ولا مره طرديه ولا الهوا والله. احنا ايامنا ما كانش في طرديات، احنا كنا بنلعب هواه. احنا مكتوب في انا لما الراجل جاي يتفاوض مع الكابتن صالح سليم عشان هيسافر البرتغال، الكابتن صالح سليم ما كانش راضي بالمبلغ. ليه؟ لما حدش يعرف كره القدم المصريه في التوقيت ده يعني 88، ما حدش يعرف. اخرنا خدنا بطوله افريقيا 86 وقول افريكان جيمز 87، وما حدش يعرف يعني ايه كره القدم المصريه في العالم. انت واخد بالك؟ فالراجل هو بيتفاوض لقيت الكابتن صالح متعصب يعني. فانا دخلت في الحوار وقلت له يا كابتن بعد اذنك انا عايز امشي. ليه؟ لان كان في اتجاه ان انا ابطل يعني. لو كنت قعدت كنت هبطل كوره، ما كنتش هكمل. لا كنت هروح كاس عالم، كنت لا كنت هروح كاس عالم ولا حاجه خالص. والله زي ما بقول لك كده. ليه بقى؟ الظروف بقى ماشي قلتها كتير يعني. المهم الوكيل قال لي انت كده كده مسافر، انت كده كده مش خلاص. ليه؟ ما كنتش اعرف ان الهاوي يقدر يحترف. ده اذا كان المحترف اللي ماضي عقد بيروح يحترف في حته تاني، ما بالك الهاوي اللي هو ما فيش بينه وبين النادي عقد. احنا ما كناش نعرف الكلام ده ايامنا، احنا ايامنا ما كناش نعرف القوانين الدوليه دي، لان ما حدش كان بيفكر انه يسافر بره. انا الاول واحد فكرت اطلع بره مصر في الجيل بتاعك، وكان نفسي اروح فرنسا. انا كان عجباني قوي الكره الفرنسيه، والشريط اللي كنت عامله اديته لواحد فرنساوي فجالي البرتغال. قلت يا عم برتغال ساعتها رابح كان بيلعب في بورتو وخد بطوله اوروبا الجول اللي بيتكلم. ايوه فقلت البرتغال ماشي، ابقى موجود برضو رابح هناك وابقى يعني نسلي بعض انا وهو. انت بس واضح ان لغتك الفرنسيه عاليه ان انت لا جيبارل. جيبارل يعني اديت للراجل الشريط عشان يجيب لك عبد من فرنسا جابها البرتغال. جيبارل لا بس انا جيبارل. جيبارل امتي بيكم لزوازون، انا جيبارل كوم لزوازون. واخد بالك؟ ف هو ده اللي احنا شفناه النهارده. انا بلعب ماضي مع النادي سنه، انا مضوني سنتين. ليه؟ رايح مسافر عن 28 سنه، فهو ما يعرفش انا هكمل ولا مش هكمل. فمضيت سنتين، بعد السنتين اما عملت بومنج يمضيك سنتين تاني. انت واخد بالك؟ بعد السنتين خلاص انت بقى بينك وبينه. هو ملوش رغبه انه انا عايز ارجع. كل واحد حر. انت واخد بالك؟ فالنهارده مفيش حاجه اسمها طرديه، فاحنا ما كناش نعرف ان اللعيب الهاوي يقدر يحترف في اي وقت. طيب هاخد الجزئيه دي. حضرتك لما سافرت انت سافرت بموافقه اداره الاهلي بالظبط؟ مش هروب يعني عشان لا 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 بموافقه الكابتن صالح. لا 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 بموافقه الكابتن صالح طبعا. ان مجدي هرب وقتها؟ لا 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 خالص. ده بموافقه الكابتن صالح. حلو قوي. والجهاز الفني اللي موجود. حلو. ارجع بقى للسؤال بتاع الطرديه. ما كانش في طرديه ايام. لا لا انا بتكلم على انت لما بقيت رئيس انا بقى رئيس لجنه. مش في ايد الاتحاد الكوره انه يمنع الطرديات دي. هو انا اللي بدي؟ هو انا اتحاد الكوره اللي بيدي طرديات؟ طب ليه اتحاد الكوره هو كل حاجه؟ ما هو دي لوائح. انا النهارده بطبق لوائح دوليه. اللوائح الدوليه هي عرض وطلب. يعني لائحه الاتحاد الدولي هي لائحه مفتوحه. انت واخد بالك؟ لائحه مفتوحه، لائحه بتدي اللعيب حقه انه ما يلعبش في حته غصب عنه. زي كده كهربا لما سافر وراح البرتغال ورجع من البرتغال على النادي الاهلي، مفيش لعيب لكن يعوض نادي الزمالك ماديا لو الزمالك له حق. انت واخد بالك؟ انما تجبر اللعيب انه يقعد عندك، مفيش اجبار ان اللعيب يقعد عندك، مفيش كده. مش سخريه هي. مش هو بيقول لك انا مش سليفز، مش عبيد. مش عبد. اللعيب الكوره مش عبد، ده شغله. لعيب الكرة اسمه employment. employment يعني موظف. في لوائح اتحاد دولي موظف. employment يعني موظف يا اسلام. دي وظيفة، وظيفته انه بيلعب كورة.
فيا اما يلعبها. فلذلك ما تقدرش الموظف اللي عندك ما تديلوش مرتب لمده شهرين وعايزه يقعد، لا من حقه يمشي ويروح يشتكيك في مكتب العمل. هو بيروح يشتكيك في الفيفا يقول لك انا عايز فلوسي. فيفا بتديله مباشره، ما فيش دي ما فيهاش هزار، ما بيهزروش فيها، واكم من قضايا كتيره جدا. طيب انت حضرتك برضو ما ردتليش على السؤال، اللعيب بقى بياخد فلوسه، اللعيب بياخد فلوسه ومشي زي عصام الحضري مثلا. الفيفا اتغرق مع عصام الحضري لان النادي الاهلي ملتزم معاه. طيب هل الزملكاويه يخافوا بعد قرار حمدي النقاس او قرار الفيفا لصالح حمدي النقاس؟ نفس الامر ينطبق على، يبداوا يخافوا على المشكله اللي مع كهربا برضو او شكوى نادي الزمالك؟ لا 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 لا، نادي الزمالك، نادي الزمالك مشكلته مع كهربا مختلفه. لو نادي الزمالك قدم الورق بتاعه ان كهربا كان متعاقد وان عنده عقد والورق سليم، بس برضه حرفيه انك انت تقف قدام الاتحاد الدولي والمحكمه الرياضيه، ما دي حرفيه وليها ناسها. اللي هو بياخد منك الورق يقول لك انت هتكسب القضيه دي او هتخسرها من الاول. انما اللي عايز يشتغلك هيشتغلك، انت واخد بالك؟ انما ما توديش يعني حد محامي، انا اسف في اللفظ، يعني مش فاهم حاجه وتقول له اكسب لي القضيه دي، مش هيكسبها. انت لسه عند يعني راي حضرتك ان انت قلت ان الكهرباء يعني ممكن يكون لسه يعني في مثلا شكوى او الشكوى بتاعت نادي الزمالك ديت يتحكم لصالح نادي الزمالك؟ ايوه، ده لو نادي الزمالك قدم في المواعيد المظبوطه. انا ما اعرفش نادي الزمالك هل قدم في المواعيد المظبوطه، هل قدم في هو النهارده مش عندنا اكتر من حاله زي حاله كهربا. هو شيكابالا لما ساب اليونان ورجع وجا مصر تاني وما راحش، مش اليونان خدت فلوس اتعوضت بالفلوس لان معاه عقد؟ هو عصام الحضري لما واخد مستحقاته وساب النادي الاهلي وراح سويسرا، مش عصام الحضري اتحكم عليه بمليون دولار و900,000 دولار؟ ما لمس الكوره في مصر الا لما اتدفع ال $900,000 للنادي الاهلي، النادي اللي عايز عصام الحضري. انت واخد بالك؟ هي كده. ازاي بقى الكلام ده حصل؟ ورق مترتب ومتستف. طيب انا برضو مصر على فكره دور اتحاد الكوره ودور جمعيه اللاعبين المحترفين اللي حضرتك رئيسها في توعيه الانديه وتوعيه اللاعبين. بنقول وانا ده. طب احنا القضايا اللي زي احنا كده. بنطلع في برامج قد ايه؟ برامج كتير قوي. بنقول الكلام ده ولا ما بنقولوش في كل البرامج اللي بنقولها؟ بنقوله، لكن مين بيسمع؟ هي دي المشكله. هو طيب. النهارده حد رفع سماعه التليفون سواء لاعب او نادي وطلب استشاره وطلب مساعده واحنا قلنا لا؟ احنا من غير اي حاجه اما لقينا دورنا في فتره الكورونا ولقينا عندنا وان البلد فيها مشكله، احنا نفسنا اتصلنا بالدكتور اشرف صبحي راجل مشكورا. دي المبادره الجماعيه راجل مشكورا، احنا من نفسنا انت واخد بالك؟ لقينا ان خلاص ده دلوقتي بتاعنا خلاص، مش انما وقت ما الانديه شغاله والبطوله شغاله وبيدفعوا الملايين وخلاص، هم بيدفعوا من فلوس النادي. لكن النهارده انت عندك مشكله مع مين؟ مع انديه الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه اللي هي الانديه اللي ما عندهاش امكانيات، انت واخد بالك؟ يعني مثلا انا كلمت الدكتور عمرو عبد الحق. الدكتور عمرو عبد الحق متشكر جدا يا كابتن، وانا بشكرك على المبادره بتاعتك، لكن احنا كنادي، نادي النصر نادي سوليد، نادي محترم، رئيسه قدر ان هو يوفر له الامكانيات اللي تخليه ما يحتاجش لحد. الراجل بيقول لك روح وبدل ما تديني انا، لا روح ادي مش اي حاجه. يعني انت واخد بالك؟ لا ادي نادي اخر. الناس من احدى الانديه. وبالمناسبه انا تواصلت مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ويعني بلغني طبعا ان هو بيشكر حضرتك طبعا على المبادره دي. انا اللي بشكره في الحقيقه. وان في نفس الوقت ان وزاره الرياضه طبعا بتاكد على دعمها الكامل لاي مبادره هتتم لصالح الانديه او لصالح الرياضيين بصفه عامه. ده كلام الدكتور اشرف صبحي. بص الدكتور اشرف صبحي كان همه شغله الشاغل ان ما حدش يمشي من الانديه بسبب ال ازمه الكورونا. ان
موظفين ممكن تمشي لان الانديه مفيش فلوس. انت واخد بالك؟ الناس اللي بتاخد مرتبات 130 و120 دول مش دول لازم مرتباتهم تنخفض غصب عنهم، يعني مش بمزاجهم. انت واخد بالك؟ لازم الانديه تخفض المرتبات في ظل الظروف اللي احنا فيها. تخفض المرتبات عشان ما تمشيش، ولكن الدكتور اشرف صبحي في مبادرته عنده صندوق، احنا هندعم هذا الصندوق ب 850 الف جنيه لصالح الانديه، وهو هيدعم معانا بفلوس ايضا لصالح الانديه. انت واخد بالك؟ وهيدعم بفلوس ايضا من وزاره الشباب والرياضه لصالح العاملين في الانديه والاجهزه الفنيه، بس مش الانديه اللي فيها مدرب اجنبي بياخد 100,000 دولار و150,000 دولار. مش ده مش ده المطلوب تدعيمه. أيه. مطلوب تدعيمه النادي اللي بيدي مديره الفني 5,000 جنيه و10,000 جنيه انه يعني انتوا في معايير كمان طبعا. مش طبعا مش هتبقى المساله كده. لا طبعا. ما طبعا وهيدي الموظفين بقى، الموظف اللي يعني بياخد اللي مرتبه 4,000 جنيه ياخد له 2,000 جنيه، يبقى وزاره الشباب والرياضه وقفت جنبه. انت بدل ما يمشي يقعد في البيت. لا هو دور ده دور مجتمعي دايما كنا بنتكلم عليها كابتن، بالنسبه للرياضيين طبعا وزاره الرياضه بصفه عامه والجمعيه اللاعبين المحترفين. لقيتها اهو في دور المجتمعي. في الوقت اللي المفروض نظهر فيه. انما مش نظهر في اي حته. احنا السنه دي لا هنعمل حفله احسن لاعب ولا هنعمل حفل افطار كنا متعودين نعمله، فبالتالي دي كلها مصاريف، فالمصاريف ديت تروح تتوجه لفين؟ كل ده بعلم الاتحاد الدولي، يعني انا ما بعملش حاجه. الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بيفتش علينا وعارف احنا بنعمل ايه وكل حاجه. الاتحاد الدولي عايزني في يوم اوصل ان لو في مشكله اقدر ان انا ادي مرتبات للعيبه، خد بالك، ادي مرتبات شهريه للعيبه واخلي اللعيبه تعمل اضراب. ده الاتحاد الدولي نفسه في كده. انت فين؟ لا تاني اشرحها لي. بص يا سيدي، الاتحاد الدولي يعني في فرنسا يقدر يعمل كده، في انجلترا يقدر يعمل كده. يعمل ايه بقى؟ يعمل اضراب، يخلي اللعيبه تعمل اضراب، ما تلعبش ومرتباتكو عندي لما يكون في مشكله تضر اللعيبه. ده الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين. انت واخد بالك؟ والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين منسق تماما. انت عارف انت لائحه الاتحاد المصري لكره القدم ولا لوائح اللي الاتحاد الدولي لكره القدم عممها على كل اتحادات ال 52 ولا 53 اتحاد ولا ال 55 اتحاد الاعضاء في الاتحاد الدولي بتقول ايه؟ بتقول ان رابطه اذا تواجدت روابط زي رابطه اللاعبين المحترفين، رابطه الحكام، رابطه المدربين، واخد بال حضرتك، يعتبروا اعضاء داخل الاتحاد بصفاتهم. واحنا عندنا بند جوه الاتحاد المصري، يعني انا من المفترض ان ما اخش انتخابات علشان البند اللي انت كان حضرتك بتتخانق عليه. ما بتخانقش، هو ده بند الاتحاد الدولي اصر. كان في ناس من المجلس السابق كانوا معترضين. بص المجالس اللي كان احمد مجاهد. لا طيب. الناس من حقها تعترض زي ما عايزه، لكن هل ده بند موجود في الاتحاد الدولي ولا لا؟ موجود. بند موجود. طيب خلينا ناخد الاستاذ عبد الله مهنا. طبعا. رئيس نادي المراغه. لان طبعا يعني ازمه انديه القسم الثاني والثالث دي حاجه مهمه جدا، والمبادره اللي عملها جمعيه اللاعبين المحترفين وبالتعاون مع وزاره الرياضه برضو ده شيء مهم جدا دلوقتي. استاذ عبد الله برحب بيك. اهلا كابتن اسلام الاعلامي الكبير المحترم. ربنا يخليك، ازي حضرتك؟ الله يخليك الكابتن مجدي الزعيم حبيبي يا حاج عبد الله. الله يخليك، ربنا يكرمك ابو الكباتن. جالكوا الفلوس ولا لسه؟ لا لسه. احنا بنشوف اول باول. جاي. اي فلوس حضرتك بتسال عنها؟ لا انا بتكلم على المبادره اللي عاملاها وزاره الرياضه مع جمعيه اللاعبين المحترفين لدعم انديه القسم الثاني والثالث الفتره اللي جايه. الكابتن مجدي مشكور اللي عرفته انه بيتصل بالانديه وبقول لهم ابعتوا المستندات، صور البطايق، صور الكرنيهات بتاعت اللعيبه. ودي مبادره طيبه. فعلا يعني رغم انه الوزير وزير الشباب والرياضه وزير محترم،
ولكن برضو لازم اقول انه حصل تقصير مع الأندية سواء من الوزارة او من الاتحاد. هو انت حضرتك تتبع الوزارة ولا تتبع الاتحاد؟ لا والله الاتحاد برضو الاتحاد مسؤول عنا والوزارة مسؤولة عننا. الوزارة انا وصلنا 50,000 جنيه اول واخر. اول واخر. لكن الاتحاد المفاجأة يعني شوف طوال فترة الكابتن سمير زاهر الله يرحمه خصم 10,000 جنيه وكان موجود في الاتحاد الكابتن مجدي عبد الغامي. المجلس السابق برضو ما يعني ما خصم تقريبا 10,000 في تواجد الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن محمد ابو الوفا اللي كان بيوصل صوتنا وصوت الكابتن مجدي عبد الغني وصوت الصعيد. حضرتك الى الان ما وصلناش مليم واحد من الاتحاد. خصم 60,000 جنيه على نادي المراغه ورغم ان احنا سجلنا لعيبه 3% حضرتك والعقود والتأمين والكاس دفعنا له 5,000 زائد 5,000 دافعين 120,000 للاتحاد. انا مدين النادي ب 80,000 كرئيس نادي بالاضافه ل 80 او 70,000 لباقي الاعضاء. فاحنا بنشكر الكابتن مجدي على المبادره الطيبه دي. طيب اتفضل نشكره. ده الشكر وده واجب عليه ودي لفته جميله ولفته يعني برضه لازم نقدرها. طيب استاذ عبد الله يعني حضرتك بتشكو في انديه برضه اللي انا سامعه ان في انديه بتشكو تجاهل اللجنه المؤقته برئاسه عمرو الجنايني في يعني دعم الانديه. هو ما خدش ولا مليم. ما انا باكد بس على الكلام ده. طب انتوا ليه ما حاولتوش ان انتوا تتكلموا مع اللجنه المؤقته وعندكم جمال محمد علي راجل من الصعيد راجل محترم نائب رئيس اتحاد الكوره؟ لا حضرتك حاولنا ولدرجه ان انا يعني كنت عايز ادخل في الوساطه برضه ما عرفتش. ما فيش احنا توقعنا ان الجمعيه العموميه هتنعقد يوم في شهر 12 اللي عدى بعد كده تم الغائها على اساس ان احنا ليه ما ممكن هم حضرتك اللجنه الخماسيه ممكن تقعد مع الممتاز مع الاضواء ممكن تقعد مع الممتاز به تقسمهم على مجموعات ممكن القسم الثالث وتقعد تسمع وجهه النظر. ولكن انا بعترض 222 نادي يوصلوا 95 نادي بقدره قادر. اين الجمعيه العموميه وراي الجمعيه العموميه؟ حضرتك انديه الصعيد انديه سينا انديه مطروح بتكح تراب. حضرتك يعني فيه انديه الصعيد ما فيش اطلاقا. نادي منفلوط جمد ورغم نادي عريق ونادي كان له شنة ورنة. هنا احنا كنادي المراغة الرياضي نادي شبان المراغة رؤساء الاندية بتصرف والاعضاء بيصرف على الاندية. فكانت لمحة طيبة من الكابتن مجدي لعبة لحضرتك. انا من 3 ايام ماشي قدام مخزن سيراميك لقيت اللاعب ده ناشئ ومستقبله يعني ممكن يلعب في الاضواء فيما بعد. لاعب عندي لقيته بيشيل شغال عامل بيشيل سيراميك. ازاي الكلام ده؟ ما هو بقى ده يا حاج عبد الله مع الوزير يعني تفاعل معانا واحنا الرقم اللي احنا طلعناه هو مع الوزير هيحط عليه كمان لصالح اللعيبه ولصالح الموظفين اللي موجودين جوه الانديه كمان عشان ما حدش يمشي. يعني زي الجهاز الفني اللي عندك مثلا والاداري برضو الجهاز الفني والاداري هيبقى له برضو نصيب وجزء في الاعانات اللي هتطلع من وزاره الشباب والرياضه. وده طبعا يعني لان ما حدث هو مفاجاه للجميع زي ما قال لي امبارح مع الوزير اشرف صبحي في الحقيقه قال لي ما حدث هو يعني الازمات في أزمة بتبقى متوقعة وأزمة ما حدش بيتوقعها. الأزمة اللي احنا فيها دي غير متوقعة فبقت أزمة يعني بقت خطورتها إن احنا ما حدش كان متوقعها خالص ولا حد كان مرتب لها. فعشان كده وزارة الشباب والرياضة بتمد إيديها ومن صندوق الأهلي بتاع وزارة الشباب والرياضة احنا بندعمه بالمبلغ ده ومن خلال المبلغ ده هيخرج برضو مبالغ أخرى لصالح الأندية اللي هي طبعا اللي انت شايف انها بتكح تراب زي ما انت بتقول. فان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه عشان
محدش يتضرر، لان طبعا كرة القدم شغلتهم يا حاج عبد الله. نعم. يعني كرة القدم هي شغلتهم، انت دفعت ده، انت دافع من جيبك وجايب من مجلس الإدارة من جيبهم. طب ما يعني الناس دي بقى على الأقل، ودلوقتي خلاص مش هتقدر تكمش عمرك، ما يا تدفع من جيبك وتمتلك النادي وبقى النادي بتاعك، يا اما ما ينفع. ده الكلام اللي انا بنادي بيه، يعني طالما انت هتدفع من جيبك خد النادي. حاج عبد الله انت يعني اكتر لاعب عقده كام عندك؟ عادي عقود صغيرة. ما انا بس هو يقول ارقام. لا حضرتك، انا اللي عندي يعني في البدي 25% من التعاقد، وباقي المبلغ بقسمه كرواتب. ففي لعيبة ليها راتب 2200، في راتب 1500، في راتب 2000، في راتب 800. ده في ده في الشهر ولا في السنة؟ في الشهر. في الشهر. بس عندي يعني انا الاقرب الانديه اللي عندي نادي الشبان المراغه ونادي المراغه، يعتبروا في مدينه واحده. المدرب بياخد كام يا حاج عبد الله عندك؟ المدرب اللي عندي المفروض ياخد 8000 جنيه، لكن هو تقريبا لكن بيساعد بياخد 3000. ما وصلوش 3000، يا ريت واخدها. لا ثواني بس، ال 3000 هو بيساعد يعني، هو خفض مرتبه بعد الازمه الحاليه ولا هو بياخد ايه بالظبط؟ لا هو كابن النادي. يعني هو بيساعد، هو بيقبل بالمبلغ ده على اساس ان هو بيساعد النادي يعني. وهو ابن من ابناء النادي. يعني هو ده ما بياخدوش. لا هو خلاص دلوقتي، هو مثلا الحاج عبد الله اتفق معاه على 5. هو ما قدرش يديله 5 فيوافق على 3. لكن احنا هنا يعني اقرب الناديين جنب بعضهم، نادي الشبان المراغه ونادي المراغه، الرواتب سواء الجهاز الفني او اللعيبه من شهر 11 ما خدوش رواتب. ما خدوش رواتب. حاج عبد الله ابعت لنا الفلوس الورق، وابعت لنا بعد اذنك المرتبات اللي حضرتك بتدفعها، عشان كل واحد ان شاء الله يعني لمده شهرين هيبقى متغطي تماما باذن الله، يكون اللي احنا فيه ده خلص وتبتدي بقى الحياه تعود مره اخرى، ونقعد بقى مع الوزير في هدوء نعرف ايه مصير الانديه الصغيره ديت اللي هي ما طالما ما زي ما بقول لك كده، طالما بتدفع من جيبك وانت دافع من جيبك انت ومجلس الاداره، طب ما تعملوها اسهم وخدوا النادي. وكل ما تكبروا ما هي كده. حاج عبد الله بعد شهرين هكلمك واشوفك ختم الكابتن بالظبط من جمعيه اللاعبين المحترفين. انا ما اقولش حاجه وارجع فيها. انا راجل، انا ده بلدياتي. قول له عشان بلدياتك. في حد من سوهاج حاج عبد الله يقول كلمه ويرجع فيها؟ نعم تمام. لا يمكن. حاج عبد الله مهنا رئيس نادي المراغه، طبعا بشكرك. هي مبادره مهمه، وانا كان يهمني بس عشان الناس تعرف اللعيبه دول بياخدوا قد ايه. طبعا لان الناس ما تعرفش ان اللعيبه ديت بتاخد. انا ما هو راح عيني يشتغل في السيراميك، الولد راح يشتغل في السيراميك هياخد ايه؟ ما هياخد له نفس الرقم اللي كان بياخده. طيب. هو لعيب كوره وبيقول لك لعيب كويس. ليه ما يتعملش مبادره ما بين اللاعبين اللي هم في أندية الدوري الممتاز ده؟ أنا كان حد والله اقترحها عليا، اللي هم بياخدوا وبيتقاضوا ربنا يبارك لهم يعني في المبالغ المالية اللي بياخدوها، وإن هم يكون في تبرع من أو احنا أو يكون في إلزام احنا علشان أندية القسم الثاني أو اللعيبة في القسم الثاني. هو اللي بيحصل في إنجلترا إيه؟ إن إنجلترا اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا بيبقى له نسبة من العقود بتاعة اللعيبة. هنا دخل ايه؟ دخلت إيه اسمها ايه ديت؟ نقابه المهن الرياضيه. نقابه المهن الرياضيه معرفش يعني دخلت عشان وخدت قانون ودخلت مجلس الشعب وكل حاجه، وفي النهايه نقابه المهن الرياضيه بتدي 300 جنيه ولا بتدي 400 جنيه لكل لعيب قديم او كل عضو فيها. مبالغ برضو ضعيفه جدا، انت واخد بالك؟ الاتحاد هو المفروض ان 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 يبقى مسؤول عن الكلام ده، هي رابطه اللاعبين المحترفين اللي هي انا بمثلها، زي رابطه اللاعبين المحترفين في انجلترا، زي رابطه اللاعبين المحترفين في ايطاليا. كل دول بياخدوا نسب من عقود اللعيبه عشان يقدروا ان هم يوفروا الكلام ده بدون دخول اللعيبه. خلاص انت حطيت النسبه بتاعتك يبقى كان اللعيب ساهم. النهارده اللعيبه برضو عملت دور مجتمعي هايل جدا في انها مع الدوله، العماله اللي بيوم اتضررت،
فكل لعيب شفنا طالع بيتحدى واللي راح مع جمعيات خيريه واللي بدا هو من نفسه يعمل الكلام دوت يعني مبادرات الايه انه يساعد في انا حطينا 150 كنا عايزين نحط مبلغ اكبر من كده لكن شفنا ان قطاع الرياضه محتاج اكتر فحطينا 150 لصندوق تحيا مصر عشان العماله المؤقته باذن الله بامر الله على الاسبوع الجاي نروح نقدم الشيك بتاعه عشان يبتدي الصندوق وهو صندوق من احلى يعني من اجمل الصناديق اللي موجوده اللي بتساعد الناس وبدا بالفعل صندوق تحيا مصر في صرف 500 جنيه لكل عماله مؤقته وهو اللي بدا يدرس الحالات وده شيء رائع جدا يعرف مين اللي يستاهل ومين اللي ما يستاهلش فاحنا بندعم صندوق تحيا مصر ب 150 يعني احنا حطينا تقريبا 1,000,000 جنيه للازمه اللي احنا موجودين فيها والدكتور اشرف صبحي هيحط معانا برضو واخد بالك لصالح العماله اللي موجوده جوه الانديه حتى الانديه الكبيره يعني الدكتور الانديه الكبيره الموظفين بقى موظف الامن اللي شغال يا عيني اللي بياخد له 3,000 جنيه ولا 4,000 جنيه بدل ما يمشي ما هو دلوقتي الامن مثلا الانديه ما بيرتدهاش حد فاصبح موظفين الامن ما لهمش دور ان هم يروحوا يقفوا على الباب انت واخد بالك فيقوم النادي عامل ايه يقول لك امشيهم لا الدكتور اشرف صبحي مش عايز ده مش عايز حد يمشي عايزين دول يبقوا موجودين حتى لو النادي هيلتزم بجزء ووزاره الشباب او اللجنه اللي هيعملها الدكتور اشرف صبحي تلتزم بجزء وبالتالي يبقى كل الناس قاعده في وظائفها الى ان تمر هذه الازمه اللي ما كانتش على البال ولا على الخاطر. هل انت مبادرات ايه يعني مبادرات سواء يعني من جمعيه اللاعبين المحترفين او مبادرات كمان كنجم يعني انت شغال انا عملت مبادره مع برضه حد ورك ستريت اوت ورك ستريت مظبوط عملت معاهم مبادره بالتعاون برضه مع وزاره الرياضه بالتعاون مع وزاره الرياضه اي حاجه فيها وزاره الرياضه والدكتور اشرف صبحي انا بحترم هذا الرجل وبحبه من ايام ما كان بيشتغل في نادي الزمالك او كنت بتعامل معاه وهو راجل بيمثل نادي الزمالك هتدخل انتخابات اتحاد الكوره ان شاء الله على منصب النائب ولا ربنا اراد والله ما عارف لسه انما مش هاخد منك الاجابه هاخد منك الاجابه بعد الفاصل بعد الفاصل دي بتاعت كابتن مدحت شلبي الله يمسيه بالخير يعني بعد الفاصل هناخد اجابه ونشوف كابتن مجدي عبد الغني هيترشح على منصب النائب ولا منصب عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وهيكون مع قائمه هنا بوريده ولا مستقل ولا ايه بالظبط وموقفه كمان من انتخابات النادي الاهلي مش مساله ان هو هيترشح لكن هيأيد مين خلال الفترة اللي جاية أو الانتخابات المقبلة بعد الفاصل نكمل مع الكابتن مجدي عبد الغني لسه مكملين مع الكابتن مجدي عبد الغني كابتن مجدي هترشح الانتخابات اتحاد الكرة اللي جاية؟ ان شاء الله اذا ربنا اراد يعني على النائب ولا العضو؟ لا لسه ما خدش قرار يعني لسه مش عارف على حسب يعني ممكن يعني مش عايز اعمل منصب النائب يعني انا مش عايز اعمل معارك يعني مثلا لو الحاج محمود الشامي مصمم قوي يخش نائب يعجبني هدوءك لا اصل هنتخانق على ايه؟ ايه الهدوء؟ بس هنتخانق على ايه؟ هنتخانق على ايه؟ ما هو احنا اللي داخل يستفيد يتخانق انما انا ايه اللي يخليني اتخانق؟ يعني لو محمود الشامي هيدخل على منصب والله النائب والله الله يبارك له هو ده يعني انا ده محمود الشامي مثلا يعني طيب شوبير هيدخل على منصب النائب انا مش داخل مع انا لا داخل مع ده ولا انا بس بسالك انا داخل يعني مستقل هيدخل داخل مستقل داخل مستقل طيب هو شوبير هيدخل يعني على منصب هو اعلن مين هو اعلن انه هيدخل على منصب الرئيس رئيس اتحاد الكوره هيدخل ولا ممكن يعني نتفاجئ بحاجه ما هو ما اعرفش هو سيف كان عمل مبادره سلام بين شوبير وانت بتضحك ليه؟ انت اللي بتضحك انا ما ضحكتش انت اللي بتضحك والله لا والله انا ضحكت على ضحك انا ما ضحكتش لسه صحيت انا قلت مبادره سلام لقيتك ابتسمت لا انت اللي ضحكت والله طيب يا عم مش انا اللي ضحكت وانت اللي ضحكت طيب مش هتفرق هو عمل مبادره سلام بين المهندس هاني وبين كابتن احمد شوبير وما اعرفش بقى مبادره السلام دي اصفرت ممكن نفاجئ ان هم في قايمه واحده والله اعلم ما اعرفش والله انا هم في قائمه واحده في قائمتين انا شخصيا
الانتخابات اللي فاتت دخلت لوحدي والانتخابات دي داخل لوحدي برضه. يعني مش هتدخل مع لا 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 لا, لا ولا ولا يعني كل واحد براحته يعني. طيب هو ليه نفس الوجوه بتتكرر؟ مش نفس الوجوه يعني ليه انت هو انت عندك الوجوه الانتخابات هو ده مش كلام انا ده كلام كابتن رضا عبد العال امبارح مع كابتن محمد فاروق. لا ما هو بص انت الانتخابات اللي فاتت اسفرت عن اربع وجوه جديده او خمسه يعتبروا جداد على اتحاد الكوره. كابتن خالد لطيف، كابتن محمد ابو الوفا، كابتن عصام عبد الفتاح ما كانش قبل كده عضو مجلس اداره، كابتن سيف زاهر مش كده، وكابتن حازم امام. خمسه من الناس اللي دخلوا عن وجوه يعتبر وجوه جديده. ده ايه في المجلس اللي فات؟ في المجلس اللي فات واللي قبله. اه بالظبط. انت بس كنت اقول لحضرتك واللي قبله بالظبط دخلوا في اللي قبله وقدروا ان هم يقنعوا الجمعيه العموميه وينجحوا في المجلس اللي بعده. انت واخد بالك؟ دي رغبه الجمعيه العموميه. طيب هم دلوقتي مش داخلين واحتمال وجوه جديده تخش هي بقى قدرت انا من وجهه نظري انت اتحاد كره القدم مش محتاج حد مش فاهم دهاليزه يعني عشان تقدر يعني عايز اقول ايه الخبرات اللي انت بتكتسبها بتفرق كتير جدا في عملك داخل اتحاد كره القدم. طيب خلينا كابتن رضا عبد العال مش معنى طب ما جبتونيش ليه امبارح مع رضا؟ كلمناك ما ردتش. لا 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 كابتن رضا برحب بيك. اقفل يا رضا وبعد كده نبقى كابتن رضا انت نايم ولا ايه يا كابتن؟ اه نايم ازاي والكابتن مجدي على الهواء كابتن؟ مريح هو مريح الراجل. ما انت عارف ان انا بنام اصلا يعني كابتن مجدي على الهواء وانت داخل تنام يعني لو 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 ميسي بيلعب دلوقتي هتنام؟ ازاي رضا كده صحيح؟ لا 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 وامبارح تقول ما ينفعش يدخلوا انتخابات اتحاد الكوره انت مالك ومال الكابتن مجدي يا كابتن رضا؟ بص رضا يتكلم فني ممكن اقبل ده انما يتكلم في الاداري ليه هو بلاش اداريا لا هو راجل ليه راي بلاش اداريا يكلمنا فني طب نسمع رايك يا حبيبي ما تخليناش نلطش فيك يا كابتن مجدي انت حبيبي ما انا قلت الكابتن مجدي حبيبي بس ما يخشش ما يدخلش لسبب ايوه انت فنيا نسمعك يا رضا طب خلينا نسمع راجل انت شغلتك اداري ولا مدرب؟ لا انا مدرب نتكلم في التدريب انا ينفع انا اجي احط لك خطه؟ ينفع لا ما ينفعش لا ينفع انت حبيبي لا ماشي احنا حبايب انا اقترح لك خطه يعني يبقى مقترح مني ان انا اقول لك والله يا رضا العب باثنين سردباكات او العب بثلاثه وخمسه في وسط الملعب كابتن انت مش رئيس اللي هي جمعيه اللاعبين المحترفين يا كابتن رضا طيب يا كابتن انا بص يا كابتن بصراحه انتوا مشيتوا وخلاص يعني فانا ايوه احنا مشينا هل احنا اخفقنا؟ ما هو خلينا نحسب اخفاقاتنا ونحسب نجاحاتنا مظبوط ولا غلط؟ مظبوط ونجحت وكسرت الدنيا لا 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 ما هو انت لازم 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 ايه ما هي بمقياس كابتن المساله مش مساله كسرتوا الدنيا على عواهنها كده كابتن مجدي احنا عايزين ناس جديده بقى يا كابتن معلش ما هو اديني طيب وجوه جديده تقدر انها تتحمل اذا كان النهارده اللجنه المؤقته اللي هي ما عندهاش لا انتخابات ولا حاجه هل هي كسبانه رضا الناس؟ ما مش كسبانه رضا الناس عشان انتوا في ظهرها هو اتحاد كره يا رضا لازم انا اقول لك حاجه من خلال خبرتي في اتحاد الكوره اتفضل اتحاد الكوره هيهاجم الى ما لا نهايه ليه لان ملوش جمهور هنا الناس اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد ليه يا كابتن نعم يا كابتن بعد اذنك ويهاجم ليه لو هم ناس اصلا بيحبوا ما هو خلاص هو يعني انت طيب انت وصلت نهائي بطوله الامم الافريقيه وصلت كاس عالم قدرت تجيب بطولة ثانية واحدة بس انا هو انت اللي بتلعبوا ما انتوا برضه يا سيدي ولا احنا اللي بنلعب ما هو ثانية واحدة ما هو اذا كنت عايز تحسب لي الاخفاق احسب لي النجاح يا اخي اذا ما كنتش انا لا يعني اما الفرقة تخسر انا ما بلعبش يبقى ما تمشينيش
ما تقوليش انت سبب والناس قلب عليك. حبيب قلبي انتوا نجحتوا ووصلتوا انت واخد بالك؟ يعني انت عايز اما الفريق يروح كاس العالم نقول ان اللعيبه هي اللي ودت، واما الفريق يخرج نقول ان اتحاد الكره هو اللي خرجهم؟ تيجي ازاي دي؟ احنا عندنا في مصر كده يا كابتن. ده موضوع تاني بقى عندك في مصر. طب ما نغير المفاهيم يا رضا عشان نقدر نوصل زي الناس ما وصلت. هي الصين ماشي يا كابتن. الصين يا رضا يا رضا يا رضا ما تعدلنا. بص عدلنا بس عدلنا بس الخمس سنين اللي الاربع سنين اللي جايين دول، وبعد كده تبقوا تيجوا تاني بقى اما نشوف الجديد ده. لو فشل يبقى من حقكم بقى ومن حقنا نقول لا ده احنا فعلا احنا غلطنا ولازم الناس دي ترجع تاني واحنا حقنا. طب وبعدين هتبني ازاي بقى من اول وجديد يكون انت قعدت خمس ست سبع سنين الدنيا معكوكه وانت مش عارف تبني ازاي؟ يعني تديهم فرصه يا كابتن. هو ده ينفع يعني؟ هو انا اجيب مدرب افضل اجيب المدرب لحد وافضل اقول انا متمسك بالمدرب لحد ما ينزل فرقه درجه رابعه، وبعد كده هو اجيب بقى مدرب تاني اقول معلش اصل ده فشل؟ طب انتوا فشلتوا مع اجيري. رضا 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 احسبها يا رضا، احسبها بالقيمه والبطولات واللي اتعمل. يعني مثلا على سبيل المثال قبل ما نيجي احنا، او قبل ما اكلمك عن نفسي يا سيدي، انا قبل ما اخش اتحاد الكوره كان مسابقات الناشئين عباره عن ايه؟ مش كان نادي الزمالك بيلعب مع بورتوس، وكان ماشي. بيروح يلعب مع بتوع الجيزه. مين بورتوس؟ انا ما اعرفش حته اسمها بورتوس. طيب ماشي. ها رضا كابتن ادوا فرصه بقى. ما ثانيه واحده يا ابني ما خليك معايا، قول لي او صح اللي غلط بقوله، او بقول كلم غلط قول لي غلط. غصبتوا الدنيا ووصلتونا كاس عالم وكتر خيركم وبنبوس دماغكم وبنقول لهم بس ريحوا بقى شويه. الله. عايزين نشوف ناس يعني كمية. انت لما تيجي تاخد فرقه نابارو مثلا وتصعدها دوري ممتاز وتخليها تنافس على الدوري وتعمل الكلام ده اقول لك امشي يا عم، عشان بقى خلاص كتر خيرك وانت عملت اللي انت عملته ده وتسيب غيرك بقى يكمل؟ ينفع الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ينفع ينفع. لا ما ينفعش. انت بتقول لا كده بتقول اي حاجه. خلي بالك لا طالما ما بتناقشش بمنطق. بص انا راجل دارس منطق ودارس فلسفه يا عم رضا، انت مناقشتك دي غير منطقيه بصراحه يا كابتن مصر. ما في مدربين بيوصلوا ويطلعوا الدور الممتاز، واول ما بيطلعوا يا عم ده المانيا مغيره سبع مدربين بس في حياتها، المدرب بتاعهم ده ما خدش حاجه خالص في البطوله اللي فاتت وما زال هو المدرب، لان المانيا ما بتغيرش. المانيا عارفه ان الاستمراريه انها اجيال في كره القدم. في يا رضا في ثوابت في كره القدم، الخبرات بتقول لنا عليها. الثوابت دي ان انتوا تمشوا يا عم ماشي، انت حر. انت هي لو ريح هو مصمم هو مش عايز هو مصمم هو خلاص. بقول لك ايه يا كابتن رضا، يعني هنعمل حلقه لحضرتك والكابتن مجدي. لا يا عم لا 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 تاني. لا ليه؟ ايوه انتوا الاثنين. انا مش طالع مع رضا تاني عشان مش عايز اخسره. انا مش عايز اخسره حبيبي. مالهاش علاقه، احنا بنتكلم في حاجه. انتوا الاثنين بتتكلموا في مصلحه الكره المصريه. ماشي هنطلع. انا هطلع معاك يا رضا وهنخيب ظنه ومش هنتخانق مع بعض. لا ما سيب الموضوع ده عليا مالكش. انت في الاول وفي الاخر كابتن يا كابتن، والعين عمرها ما تالى عن الحاجه. حبيبي حبيبي يا رضا حبيبي. رجعنا للكلام بقى اللي ما بياكلش. لا ما هو ده كلام محترم. لا ده كلام لا دي حقيقه. اطلع انت منها يا اسلام. يا اسلام اطلع انت منها. حاضر يا كابتن هنعمل حلقه انتوا الاثنين وربنا يقوينا ساعتها عليكم انتوا الاثنين باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي. ماشي يا كابتن رضا. كابتن رضا عبد العال طبعا نجم مصر ونجم الاهلي. هو رضا عايزنا نمشي وخلاص. السابق طبعا. عايزنا نمشي وخلاص. يعني خلي بالك، يعني احنا بس بنوري للناس ليه احنا جايبين كابتن رضا عبد العال، لان احنا عندنا الراي والراي الاخر حتى مع محللي البرنامج المحللين الرئيسيين. ده راي وراي ده راي وراي اخر. وهنعمل حلقه مخصوص يا عم. ماشي حضرتك انت طالما صممت يا عم جاي خلاص. طالما انت صممت عليها. لا والله، لان بجد ده راي محترم. حضرتك طبعا نجم كبير وكابتن رضا عبد العال. لا انا بتكلم، احنا بنتكلم بس ده ما بيحصلش. احنا بنتكلم بالمنطق يا اسلام. هي المساله مش مساله تمشي وخلاص. احنا بص، احنا انا شخصيا لما اتقال لي ان يعني الشارع غضبان، الشارع هيفضل غضبان على اتحاد الكره على طول. طول ما اتحاد الكره ما بيحققش نتائج، لازم اتحاد الكره يفضل يكسب بطوله افريقيا ويفضل يكسب
بطوله ويوصل كاس العالم عشان الشارع يرضى عنه، ومش هيرضى عنه بنسبه كبيره. الشارع بيحب الانديه اكتر من المنتخب. هو بيبقى مع المنتخب في المباريات الوديه وبروحه وبقلبه طول ما المنتخب بيكسب. وده تاريخ، ده يعني بطوله امم افريقيا 74 كان بيلعب فيها نجوم لحد دلوقتي بنتشدق باسمائهم، كابتن علي ابو جريشه والكابتن حسن شحاته ومصطفى عبده ومش عارف الكابتن سيد عبد، اسماء كبيره جدا جدا جدا. ما كسبوش بطوله امم افريقيا 74 هنا وزائر خرجتنا. الناس قلبت عليه، وكان معاهم احسن مدرب، مدرب الالماني اللي كان معاهم دوت كان من احسن مدربي العالم، كان جايب بلاش على فكره منحه المانيه لمصر. احنا ما زلنا ما زال في اتفاقيات بين مصر وبين الدول الاوروبيه دي في انها تساعدك رياضيا وثقافيا و و و و و و احنا لحد دلوقتي مش عارفين نستغل المنح دي. يعني انا من رايي ان احنا نجيب مدير فني اجنبي للاتحاد المصري لكره القدم. طيب مدير فني اجنبي من منحه من المنح اللي موجوده. عندنا المانيا نقدر ناخد منها منحه. عندنا فرنسا نقدر ناخد منها منحه. عندنا انجلترا نقدر ناخد منها منحه. يا اما الدوله بتاعته بتتكفل بمرتبه بالكامل. يا اما الدوله بتتكفل بنص مرتبه، واتحاد الكره يتكفل بنص مرتبه، بس هتاخد بقى شغل محترم. هتاخد بقى مسابقات ناشئين على اعلى مستوى. طيب كلام مهم جدا. انا بكون مستمتع جدا وحضرتك معايا. ربنا يخليك بجد والله. حضرتك بتتكلم طول عمرك بكلام منظم ومنصف وعن علم ودرايه وخبره. ربنا يخليك. وفي نفس الوقت هنعمل الحلقه بتاعت رضا عبد العال ديش، لان بجد دي مهم ان احنا انا اقترحت على الكابتن سمير زاهر الله يرحمه ان نجيب مدرب مدير فني اجنبي. والله من المنح دي احنا كنا بنروح لايبزيج، احنا كنا بنروح لايبزيج باربع مدربين على حساب لايبزيج، واتحاد الكوره بيساهم بحاجات. اللعيبه اللي ترشحوا راحوا ومشوا. كل لعيب بيمشي قال لك يتخفض من حصه مصر. كل لعيب يمشي يتخفض من حصه. لحد دلوقتي مصر ما بقالهاش اي حصه في دراسات في لايبزيج دي اللي احنا فقدناها، بالرغم انها كانت بتطلع مدربين على اعلى مستوى. كابتن مجدي عبد الغني نجم مصر طبعا ونجم النادي الاهلي السابق، بشكرك. تحت امر. وهنعمل حلقه بتاعت رضا عبد الغني. تحت امر. طبعا ما حصلش قبل كده ان بيكون محللين في برنامج واحد بيختلفوا في راي وراي اخر، وبتجيب الاثنين على التليفون والمناقشه بتتعمل بشكل محترم. نتكلم جدا بالمنطق وبالعقل. وفي نفس الوقت هعمل لكم الحلقه ديت، وربنا يقوينا ان شاء الله ان الاثنين يعني يخرج الحوار محترم. اتعملت مع محمد فاروق. محمد فاروق ما قدرش عليه. لا محمد فاروق راجل محترم ونجم كبير طبعا. وربنا يقوينا عليكم. تصبحوا على خير، وبكره ان شاء الله حلقه جديده.